مسافة مباشرة أجبر الحارس مزيان على استعمال كامل مهاراته لإخراج الكرة. الشباب طالب بضربة جزاء في الدقيقة 35 بعد نصف مقصية جرار، والتي طالب فيها بلمسة يد داخل منطقة العمليات. الشوط الثاني الموب بادر للهجوم، عمل فردي لمليك توري لم يأتي بالجديد رغم تشجيعات المدرب خير الدين مضوي. أنصار الشباب تحركوا كالعادة في الدقيقة 62، فتحرك الهجوم بفتحة نساخ نحو البديل بالغ الذي أخطأ المرمى. الموب رمت بكل ثقلها إلى الهجوم، لكن تسديدة عبوت لم تكن في المستوى. واحدة بواحدة الشباب عاد مع نساخ بتسديدة قوية تصدى لها الحارس بن شريف، عكس المهاجمين في مولودية بيجاية الذين أخلطوا بين السرعة والتسرع. لكن الشباب ثابر ووصل مجهوداته لغاية إضافة الهدف الثالث بلمح البصر عن طريق بشو، الذي احتفل رفقة زملائه مع الأنصار. كان ذلك في الدقيقة 88، وبعدها بدقيقتين بالغ في هجوم معاكس يضيف الرابع لشباب بلوزداد وسط فرحة أنصار الشباب، قبل أن تقلص النتيجة مولودية بيجاية في الدقائق الأخيرة من الزمن البدل الضائع برأسية مقران، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لشباب بلوزداد مقابل واحد لمولودية بيجاية. أنا نتأسف على حاجة برك، يعني من كوليغ وأنا نشوز اللي ما نديرهاش إن شاء الله كو شارش أبري لي بوست. نظن بلي كيكون إنسان في بلاصة نحترموا هذاك الإنسان، مهما كانت سيفته مهما كانت مهما كان اسمه خلوه يخدم، وكيكون تعثر ولا يكون عليه موجاج تحب تجي لهذاك المكان مرحبا بك. أنا نظن بلي فوز اليوم تاع اللاعبين اللي أداو ما عليهم وكانوا حابين يجوا بالمقابلة وجابوها، نشكرهم هذا المنبر الحمد لله. احنا ولو انك تكون ماكش قادر يعني من الناحيه الفنيه، لكن تعوض بالحراره، تعوض بال هذا الشيء اللي كان ناقص. يعني كنا يمكن احنا فريقنا مش في مستوى كبير، لكن كنا ممكن نعوضها بالحراره وبالاندفاع البدني اليوم اللي كان غايب تماما في هذه المباراه. بارك الله فيك.